أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نتكلم عن مدارس المتفوقين اللي اتعملت من كام سنة. احنا بنتكلم على 22 مدرسة للمتفوقين على مستوى المحافظات. بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا بطريقة مختلفة الحقيقة، سواء من الناحية التعليمية مع المدرسين أو حتى مع الطلبة. دي مدارس فيها إقامة، إعاشة، طلبة بيقعدوا جواها ويخرجوا لأهاليهم بس في الأجازات. في هنا جزء إبداعي وجزء فيه ابتكار بشكل كبير، ازاي نعلم الأطفال دول أو الطلبة دول انهم يكونوا مبدعين ومبتكرين، مش بس حفظ وتلقين، لا هم بيشتغلوا بشكل مختلف خالص. هي ليها رسوم بتدعمها الدوله، وكمان في اشتراطات من ناحيه المجموع، تقريبا يكونوا جايبين 95 ل 98، وفي مقابله شخصيه. يعني الموضوع محتاج ان انت فعلا تكون طالب مجتهد ومتفوق علشان تقدر تدخل هذه المدارس. ويمكن امبارح شفنا واحده من هذه المدارس، وهي مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في المنيا، المدرسه اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم الطلبه بيقعدوا جواها اثناء فتره الدراسه، ويبتدي بقى رحله الابتكار ورحله دعم العمليه التعليميه بالعمليه التكنولوجيه، علشان نقدر نشوف جيل جديد من العلماء يقدروا انهم يشتغلوا في مجالات ما كانوش بيدخلوها قبل كده. التعليم العادي ما يأهلهمش انهم يوصلوا لهذه المجالات. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في المنيا. دلوقتي معنا على التليفون الأستاذة هناء حامد، مدير مدرسة المتفوقين بالمنيا. مساء الخير على حضرتك، وطبعا يعني أنا ببارك لك على الشكل المشرف اللي ظهرت بيه المدرسة أمس أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة إنه مدارس المتفوقين بتدي للطلبة مساحة كبيرة من للإبداع والابتكار، وده مهم جدا. عايزة حضرتك تحكي لي إزاي ده بيتحقق. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا يا فندم. القاء الضوء في حد ذاته على مدارس المتفوقين دي حاجه مهمه جدا. المدارس بتاعتنا هي مدارس تعليم ثانوي، ولكن بتختلف عن اقرانها من مدارس التعليم الثانوي الاخرى. واعتقد ان احنا قدرنا نبين قد ايه المدارس دي مهمه لطلب الطلبه المتفوقين في المرحله الاعداديه. والطالب عندنا زي ما حضرتك ذكرتي، تفضلتي وذكرتي من وقت قليل، ان المدارس دي فيها اعاشه داخليه. الولاد بيبقوا قاعدين معانا الاسبوع كله، يمكن بيقعدوا معانا اكتر ما بيقعدوا مع اهلهم. وحضرتك ذكرتي ان احنا مدرسه في المنيا، ولكن بيكون عندنا طلاب من جميع انحاء الجمهوريه. ففي احيانا بتبقى مسافات بعيده، احنا طبعا في الصعيد، انا عندي طلاب من اسكندريه وطلاب من الدلتا وطلاب من الوادي الجديد، من اماكن كتيره بعيده. فاحيان كتير الطالب ما بيقدرش ان هو يسافر في الترم يمكن مره او اثنين، فبيبقى قاعد معايا فتره طويله. طب الطالب اللي هو بيدخل في سن 14 سنه، هل المفترض دوري بس ان انا اعلمه فقط، او ان انا طبعا الجانب الاكاديمي عندنا عالي جدا. فعشان الطالب يتكيف ويقدر طبعا يتحمل ده، احنا بنوصل ثالثه ثانوي الولاد بيدرسوا حاجات من طلاب كليه الطب وكليه هندسه في الثانيه كليه. هما بيدرسوا المناهج دي، فالطالب حتى لما بيدخل الجامعه بيبقى مؤهل. طيب طبعا الضغط الاكاديمي دوت ممكن ياثر على نفسيه الطالب وهو بعيد عن ابوه وامه واسرته، فالاضطراب يعني يا استاذه هناء. بالظبط كده. لازم احنا بقى كاسره ستيم، مدارس ستيم، طلاب بقى واداره، لازم نستوعب الطالب ده، ولازم الجانب برضو الانشطه والترفيه لازم يكون موجود ومفعل عشان نفسيه الطالب تفضل سويه، علشان ما يزهقوش كمان. يعني هو اكيد يعني طالب وعايز يذاكر ويجتهد، لكن في النص عايز يكون في سبل من سبل الرفاهيه. عايزه استاذه هناء اسالك عن الكادر التعليمي عامل ازاي داخل مدارس المتفوقين. حضرتك بتقولي لي بيدرسوا مناهج زي اللي بيدرسها اللي في ثالثه هندسه واللي في ثالثه طب. طب المعلم اللي موجود هنا شكله عامل ازاي، والمناهج اللي موجوده هنا شكلها عامله ازاي؟ اشكر حضرتك الاول، بتلقي ضوء على دور المعلم، لان احنا برضو زي ما الطالب عندي متفوق، طبيعه الطالب بتخليني لازم يكون اختار هيتفوق ازاي. صحيح، بالظبط. فبيكون في سلكشن برضو للمعلمين عن طريق اختبارات بتضعها وزاره التربيه والتعليم تحت اشرافها، وبنمر باختبارات من اول اداره لاصغر مدرس عندي. انا نفسي مريت بالاختبارات دي، مجموعه من الاختبارات، وبيكون في سلكشن على مستوى عالي من لجنه كبيره بيحضر سياده الوزير ومديره الوحده وستاف من الجامعه. لازم نعدي بجميع الاختبارات حتى هم يضمنوا كفاءه الكادر الموجود داخل المدرسه. صح. لان الجانب الاكاديمي كبير، ازاي انا هقدر اوجه الطالب في منهج بالكم ده، وعندي طالب ذكي ومتفوق وعبقري، يبقى انا لازم اكون اعلى في الدرجه العلميه عشان يقدر الطالب يقتنع بيا. ودور المدرس بيكون عامل ازاي في العمليه التعليميه؟ يعني هو دوره شبه الدور الطبيعي بتاع المدرسين العاديين اللي موجودين في المدارس العاديه، ولا هنا في حلقه مختلفه؟
لا طبعا مختلف. احنا هنا عندنا ما عندناش كتاب مدرسي موحد، احنا عندنا نواتج تعلم ودور برضه اللود الاكبر على الطالب ان هو بيبدا يبحث. احنا عندنا مثلا ال اوز بيبقى فيه سيرشنج بقى عن التوبكس نفسها، دوري انا اقول له انت لغايه هنا صح، التراك بتاعك صح، لما يقف هو يعمل احنا بتبحث لازم في الاتجاه الصحيح يعني يا دكتور. بالظبط كده، ولازم يعمل هو البرزنتيشن ده شكل مرشد يعني يا دكتور اكتر يا استاذه هنا المدرس هنا. احنا بيبقى مثلا السيشن 80 دقيقه، التيتشر لازم يكون دوره ما يزيدش عن 20 دقيقه كلام في السيشن كله. لو زاد عن كده هي الحصه ما بتكونش ناجحه، لان الحصه لازم يشيلها الطالب، لان زائد التعلم فيه مجموعه مهارات لازم يكتسبها من ضمنها البرزنتيشن. والا زي ما حضرتك شفتي كده العرض اللي قدموه قدام سياده الرئيس والكلام اتكلموه على المعمل بتاعتهم بنفسهم، لان دي حاجات هم بيعملوها فعلا بايديهم. اصداء زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدرسه امس، هو الحقيقه يعني انا كنت مبسوطه ومبهوره بولادي، شرفونا وشرفوا منظومه ستيم، وكنت شايفه فخامه الرئيس كان سعيد بالولاد، ان في شباب واعي في السن ده، في ولاد بيعرفوا يقدموا مدرستهم بالشكل الجميل اللي هم عرضوه، حبوا يلقوا الضوء على مدارس ستيم ككل، حبوا يلقوا الضوء على احنا مدرسه حديثه طبعا، كان في انجازات حققتها مدارس اخرى، دي كانت ان احنا كلنا كوميونتي واحد، مش مفيش مدرسه منفصله عن الثانيه، دي كانت حاجه يعني مشرفه، اللهم لك الحمد يا رب. صحيح، انا ببارك لك طبعا وببارك لك كمان على التكريم امام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس. الله يبارك في حضرتك. واكيد يعني شعور كبير بالفخر، لانه الانسان بيكون بيتعب وبيشقى علشان يصل في انه في النهايه. انا فاهمه ان انتم مش مستنيين شكر، وده شغلكم وواجبكم. يمكن بنعرض لحضرتك دلوقتي على الهواء مباشره لحظات التكريم امس، لكن بالتاكيد التكريم ده بيكون ليه عائد نفسي كبير على حضراتكم. عايزه كمان يعني اسالك، لو ناس بتسمعنا وما يعرفوش قوي عن شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين، واحنا بنتكلم على انها منظومه متكامله زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، مش صحيح. بس بنتكلم عن المنيا، عندنا 22 مدرسه على مستوى الجمهوريه، ازاي يلتحقوا وايه الشروط؟ طيب بالنسبه لنا لازم يكون الطالب في ثالثه اعدادي حاصل على 98% مجموع توتال، ويكون مقفل ماده واحده من ثلاثه، انجلش اور ماث اور ساينس، او يجيب 95% ويقفل مادتين، او بيكون عنده براءه اختراع وبيعفى من الشروط دي. دي شرط عشان يقدم، بعد كده بيبدا يخوض، لما بيقع عليه الاختيار وبيحقق الشروط دي بيبدا يخوض امتحانات ماث وساينس وانجلش واي كيو، اختبار ذكاء، ده برضه عن طريق وزاره التربيه والتعليم، بيكون في مراكز التطوير الموجوده في كل محافظه. بعدين بيحصل تنسيق على مستوى الجمهورية، مثلا مدارسنا ال 22 مثلا أنا محتاجة 2000 طالب، 1000 طالب و1000 طالب على مستوى الجمهورية، يبدأ يتعمل بقى حسب درجات الولاد بقى في الاختبار الثاني، يترتبوا على مستوى الجمهورية، يبقى عندنا لستة مقبولين ولستة ويتنج، ويبدأوا أنا بقى دوري في المدرسة في النهاية بيجي لي الليست بتاعي وأبدأ أستقبل الولاد وأبدأ أتأكد بقى من شروط الالتحاق. بس بيحصل هنا الالتحاق طبعا سلكشن على مستوى عالي ومراحل كثيرة الولاد بيمروا بيها عشان يقدروا يلتحقوا بالمدارس دي، عشان يقدر، لأن التارجت هنا عشان هما يقدروا الجزء الاكاديمي ده يحققوه لازم يكون الطالب على مستوى عالي جدا جدا في المستوى الاكاديمي. طيب عايزه اسال حضرتك، الدفعه تقريبا بتبقى قد ايه؟ علشان اقدر اعلمهم بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثه دي. مظبوط، هو المفترض الدفعه ما تزيدش عن 75 طالب، ممكن تحقق 75 او ما تحققش حسب طبعا الاقبال والمسافات اللي بتبقى موجوده، الفصل نفسه من 20 ل 25 طالب ما يزيدش، لكن ممكن يقل، احنا عندنا الرينج من 20 ل 22 طالب جوه الفصل، ما يزيدش عن كده طبعا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة هناء حامد مدير مدرسة المتفوقين بالمنيا، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.